بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على التمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. اليوم بعطيكم حديث جميل جدا، من قاله حين يأوي إلى فراشه فقد حمد الله بجميع محامد خلقه. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه، يعني إذن هذا متى؟ عند النوم: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ومن علي فأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، فقد حمد الله بجميع محامد خلقه. كلها المليارات اللي في العالم كلهم، أنت إذا قلت هذا الذكر إذا أويت إلى فراشه فقد حمدت الله عز وجل بجميع محامد هؤلاء الخلائق. أيها الكرام الفضلاء، الحديث رواه الحاكم في المستدرك، الحاكم النيسابوري، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو كتاب مختص بالأذكار، وأيضا رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وصحه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيح الجامع. فدونكم هذا الذكر عند النوم يا أحبابي يا فضلاء. اللهم وفقنا لكل خير وعذنا من النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.